السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في اللقاء الثاني من المحاضرات الحية في مقرر المحاسبة المتوسطة 1 حسب 311، والمقررة على طلاب المستوى الخامس تخصص المحاسبة. بدأنا في المحاضرة السابقة في المحاسبة المتوسطة، وأخذنا فكرة عامة عن المحاسبة المتوسطة وعن الجزء الخاص بتوصيف هذا المقرر وعن المراجعة المختلفة لهذا المقرر. وبدأنا في الموضوع الأول، وهو الإطار الفكري للمحاسبة المالية. وعرفنا أن الإطار الفكري للمحاسبة المالية يتكون من 3 مستويات. المستوى الأول وهو أهداف التقارير المالية. أما بالنسبة للمستوى الثاني فهو المفاهيم المحاسبية، وتعرضنا لعناصر القوائم المالية وخصائص المعلومات المحاسبية. وأما المستوى الثالث فهو مفاهيم القياس والتحقق. طبعا بدأنا في المستوى الأول وهو أهداف المحاسبة المالية، وعرفنا أنه هدف المحاسبة المالية هو أهداف التقارير المالية المقصود بها، وهو تقديم معلومات مفيدة تساعد في اتخاذ القرار. أما المستوى الثاني فهو المفاهيم الأساسية، وبالنسبة للمفاهيم الأساسية قلنا أنها عبارة عن حلقة الوصل بين ما تحققه المحاسبة وكيفية قيامها بذلك. ما تحققه المحاسبة اللي هو الهدف، وكيفية قيامها بذلك هو المفاهيم، أو هو عبارة عن الجزء الثالث وهو التنفيذ. وبالنسبة للمفاهيم الأساسية قلنا حاجتين: عناصر القوائم المالية والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. بالنسبة للخصائص النوعية للمحاسبة المالية، الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية قلنا هي عبارة عن الآتي: خصائص أساسية وخصائص نوعية. بالنسبة للخصائص الأساسية قلنا هي عبارة عن الخصائص الأساسية هي الملائمة والمصداقية، أو الملائمة وإمكانية الاعتماد عليها. أما بالنسبة للخصائص الثانوية فقلنا القابلية للمقارنة والثبات. عناصر القوائم المالية قلنا عناصر القوائم المالية هي عبارة عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وهذه عناصر لقائمة المركز المالي. وعناصر قائمة الدخل وهي الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر، الدخل الشامل. نعم. والاستثمارات الإضافية وتوزيعات الأرباح، وهذه خاصة بعناصر التغير في حقوق الملكية. يعني إذن عناصر القوائم المالية هي عبارة عن عناصر قائمة المركز المالي، هي عبارة عن عناصر قائمة الدخل، عبارة عن عناصر قائمة التغير في حقوق الملكية. إذا نظرنا إلى عناصر قائمة المركز المالي نجد أنها هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.
بالنسبة للأصول تعريفها أنتم طبعا عارفينه، هي منافع اقتصادية مستقبلية محتملة نتيجة معاملات أو أحداث اقتصادية وقعت في الماضي. أما الالتزامات فهي تضحيات بمنافع اقتصادية محتملة ناتجة عن التعهدات بتحويل أصول أو تقديم خدمات. وهذه جزء تعريفي لا يحتاج يعني، لكن يقرأ ويعرف برضه، لأنه ممكن يكون فيه جانب من الأسئلة يعني الأصول ما هي الأصول، ممكن يكون تعريف وقدامه هي أصول هي خصوم أو حقوق ملكية. أرجو أن يكون الصوت واضح، أرجو أن يكون الصوت واضح كويس في كتابة، يبقى الصوت واضح تمام. أرسلت لكم هذه المحاضرة، المحاضرة اللي أنا بشتغل فيها الآن والمحاضرة السابقة ومجموعة من الأسئلة آخرهم، أكيد وصلوكم صح؟ مجموعة هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة أرسلت لكم عبارة عن PDF، وصلت صح؟ يعني المحاضرة هذه والمحاضرة السابقة زائد مجموعة الأسئلة التي سوف نتناولها في المحاضرتين موجودة معكم الآن، هذا وصلكم صحيح؟ ايوه. ليه لا يوجد رد؟ وصلت. ليه ما نزلها مرة واحدة؟ لان انا بمسك كل محاضرة ان شاء الله، كل محاضرة وهقرأها وهحط عليها الاسئلة ونزلها لكم بالاسئلة اللي عليها مرة واحدة تمام؟ يعني كل الشرائح كل محاضرتين غالبا او كل موضوع من الموضوعات هينزل لكم مرة واحدة فيه الأسئلة اللي خاصة بي تمام؟ الأسئلة اللي نتعرض بها في المحاضرة أو عن وش رائح طبعا احنا بنشرحها مع بعض تمام؟ صعوبة الطباعة ما تقدر تنزلها قبل المحاضرة؟ ان شاء الله ان شاء الله من المحاضره القادمه ان شاء الله الجزء الثاني اللي هو طبعا انتوا عارفين الفصول بتاعتنا اللي هو بعد الإدار الفكري، هناخد قائمه المركز المالي. قائمه المركز المالي ان شاء الله انزلها لكم قبل المحاضره القادمه، وان شاء الله يكون فيها الاسئله، يا رب يقدر لنا اعمل لكم الاسئله عليها بالمره وانزلها لكم قبل ما نبدا بيها ان شاء الله ماشي. برضو التنسيق بقدر المستطاع، لكن ان شاء الله باذن الله حاول انزلها لكم قبل المحاضره القادمه ان شاء الله ماشي. تحيه ثانيه يا شباب. بس هي الطباعه ما فيهاش حاجه، ترى صعب علينا احنا قبل كل محاضره نطبع، ما هو ده على اساس انه بهذه المحاضرات، لكن الكتاب موجود معكم اصلا، او خلي بالكم انتم ممكن تحصلوا على المحاضرات من الارشيف موجوده، المحاضرات السابقه موجوده في الارشيف هي مع تعديلات بسيطه مع بعض الاضافات الاسئله حاجه زي كده يعني، لو كان في تعديل لغوي حاجه فقط، لكن هي اللي في الارشيف كما هي بنضيف عليها بس الاسئله وبندقق مرة ثانية فيها وليس إلا. فإحنا بننزل موضوع مش محاضرة، يعني هذا الموضوع ده موضوع الأولاني، الموضوع الثاني قائمة المركز المالي أيضا هينزل على بعضه إن شاء الله ماشي. ماشي يا شباب تمام بقدر المستطاع. والله لو قدرت اخلص كل المحاضرات في يعني مثلا يعني الاسبوع القادم قبل المحاضره هيكون عندكم الموضوع اللي بعده، نحاول نخلص لكم موضوعين او ثلاثه، او لو قدرت اخلص الكل ما في مشكله ان شاء الله. التيسير يعني بقدر المستطاع ماشي. شكرا لكم. بالنسبه لحضرات لعناصر قائمه المركز المالي، عناصر
المركز المالي اول حاجه هاخد عناصر القوائم الماليه، وهي عناصر المركز المالي: الاصول، التزامات، حقوق الملكيه. رجوعا لعناصر التغير في حقوق الملكيه عنصرين، وهم الاستثمارات الاضافيه وتوزيعات الارباح. الاستثمارات الاضافيه اللي هي زياده في صافي الاصول الناتجه من زياده مصالح الملاك. اما توزيعات الارباح فهي عباره عن نقص في صافي الاصول نتيجه توزيع الاصول او اداء الخدمات او الوفاء بالالتزامات. ايضا عناصر قائمه الدخل هي عباره عن الايرادات، عباره عن المصروفات، الارباح، الخسائر، والدخل التشغيلي. اذا نظرنا الى الايرادات فالايرادات هي عباره عن تدفقات نقديه داخله وباقي التعريف، المصروفات عباره عن تدفقات نقديه خارجه. الارباح هي عباره عن الزياده في حقوق الملكيه نتيجه الانشطه العرضيه. يعني ثلاث حضرات على اساس الارباح عبارة عن الزيادة في حقوق الملكية، هي حضرات إما الأرباح أو نخليها المكاسب. يعني المكاسب أو الأرباح هي عبارة عن الزيادة في حقوق الملكية نتيجة الأنشطة العرضية. خلي بالك من أنشطة إيه؟ العرضية. الخسائر هي عبارة عن النقص في حقوق الملكية نتيجة الأنشطة العرضية. تمام؟ أمال النشاط العادي فين؟ النشاط العادي النتيجة بتاعته في الدخل. الدخل الشامل هو عبارة عن تغيرات في حقوق الملكية لوصافي الأصول خلال فترة نتيجة المعاملات والأحداث. تمام؟ أما بالنسبة للفروض المحاسبية، مرورا سريعا يا حضرات عشان أقدر أغطي الأسئلة معاكم. الفروض المحاسبية فرض استقلال الوحدة المحاسبية، أي أن الوحدة المحاسبية مستقلة ماليا اقتصاديا قانونيا عن أصحابها وعن ملاكها. فرض استمرار الوحدة المحاسبية، أي أن الوحدة المحاسبية وجدت لتستمر وليست بهدف التصفية، يعني فرض التصفية ده بعيد شوية. فرض الفترات المحاسبية طبعا لقياس نتيجة النشاط، لابد ان احنا نقسم حياة المشروع الى فترات معينة، سواء كانت سنة، ست شهور، موسم، زي ما يكون ماشي، وده حتى نقيس نتيجة النشاط لكل فترة. فرض وحدة القياس النقدي اللي هو ان هو النقدية تعد وحدة قياس نمطية اللي احنا هنقيس بها اللي هو الريال او الجنيه. اما بالنسبة للمبادئ المحاسبية، دي الفروض يا حضرات، واحنا خدنا اربع فروض اهو. المبادئ المحاسبية: مبدأ التكلفة التاريخية، وهو على اساس ان كل شيء وفقا في المحاسبة يسجل بالقيمة التي دفعت فيها، يعني الاصول بتسجل بالقيمة الدفترية، ايضا الخصوم بتسجلها بالقيمة الدفترية. كل ما هو يعني هناك اتفاق عام على ضرورة استخدام التكلفة التاريخية كأصل لقياس عناصر القوائم المالية. وهناك اختلاف على مبدأ التكلفة التاريخية، وهناك تحفظات عليه كثيرة. مبدأ تحقق الإيراد، ويقصد به الاعتراف بالإيراد. متى يتم الاعتراف بالإيراد؟ هل يتم الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج ولا عند البيع ولا عند التحصيل؟ طبعا هناك وجهات نظر. مثلا في حالة البيع، المحاسبة في المحاسبة عامة يتم الاعتراف بالإيراد عند البيع. في الاقتصاد حضرات يتم الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج. المحاسبة فيها مشكلة، طب المبيعات بالتنسيق متى يتم الاعتراف بالإيراد؟ يتم الاعتراف بالإيراد عند التحصيل، وهكذا. ففي هناك كذا نقطة في الاعتراف بالإيراد. أيضا نبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات، والمقصود به الإيرادات مقابل المصروفات، نقابلهم مع بعض، يعني نعمل مقارنة بينهم نصل إلى نتيجة النشاط. أيضا مبدأ الإفصاح، الإفصاح اللي هو الإفصاح عن البيانات عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية للآخرين، سواء كان إظهار في صلب القوائم المالية أو في الملاحظات أو معلومات إضافية. أما القيود المحاسبية حضرات فهي الآتي.
المنفعة المتوقعة من استخدام المعلومات المحاسبية. يعني من الضروري عند إعداد المعلومات المحاسبية الموازنة ما بين تكلفة الإعداد والمنافع لكل معلومة سوف يتم الحصول عليها وإظهارها في القوائم المالية. أيضا تحديد الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبية. أيضا هناك بعض القيود المحاسبية. ما هي القيود المحاسبية؟ على سبيل المثال بعض الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة تستدعي الخروج عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ماشي؟ هناك بعض القيود المحاسبية حضرتك في المحاسبة زي الحيطة والحذر. الحيطة والحذر وهي المقصود بها أخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم أخذ الأرباح المتوقعة في الحسبان. ده حضرات عبارة عن سرد سريع، توضيح سريع لبقية الفصل الأول وهو الإطار الفكري للمحاسبة المالية. طبعا الحيطة والحذر حضرات بيقول لك تتطلب بعض القرارات يتخذها المحاسب في مجال تقويم الأصول وتحديد سقف نتيجة النشاط إجراء بعض التقديرات ووفقا لبعض البنود زي مثلا قائمة زي مثلا المدينون. أحيانا بيكون في مدينون لا يستطيع السداد أو هناك احتمال دين لا يحصل فبتعمل مخصص اسمه مخصص ديون مشكوك فيها. أوراق مالية ممكن أوراق المالية في توقع أن تنخفض فبتعمل مخصص هبوط أسعار أوراق مالية. أيضا البضاعة هل تقيم بالسوق ولا بالتكلفة؟ ماشي أيهما تقيم به؟ فهنا بضاعة حضرات المفروض تقيم بالتكلفة، تكلفة تنخفض فتقيم بالسوق أو التكلفة أيهما أقل. ماشي؟ هنبص حضرات على الأسئلة. أنا هسيب السؤال الأول أو الصفحة الأولى الشريحة الأولى وهبدأ من الشريحة الثانية. أي مما يلي توصف به المعلومات المالية؟ أن تكون طبيعتها قابلة للتحقق، أن تكون عادلة ودقيقة، أن تكون ملائمة ويمكن الاعتماد عليها، أن تكون أو أن تتميز بالثبات والجد. طبعا الناس جاوبت جيم عن تتميز أن تكون ملائمة ويمكن الاعتماد عليها. ماشي تمام، الإجابة الصحيحة هي جيم كما قلتم. يدعي مؤيد استخدام التكلفة التاريخية أنها تكلفة يمكن التأكد منها أفضل وسيلة لقياس القيمة الجارية في ظل مفهوم الاستمرار، تساعد على قياس الدخل الاقتصادي، تساعد على مقارنة التكاليف من سنة لأخرى. ما هي الإجابة الصحيحة أيها الحضور؟ هناك بعض الإجابات التي تحتمل الصح وهناك الإجابة الأصح. ما هي أفضل إجابة؟ اخترت دال اللي هي تساعد على مقارنة التكاليف من سنة لأخرى. كويس، ها حد يختار ثاني أو حد يجاوب ويشارك معنا. باء اللي هي أفضل وسيلة لقياس القيم الجارية في ظل مفهوم الاستمرار. طيب حد يجاوب ثاني. إجابات طيبة. جيم أيضا تساعد على قياس الدخل الاقتصادي. تمام، طبعا كلكم اخترتوا جيم وب ودال، يعني قاعدة ألف محدش اختار ألف، احتمال حد يختارها الآن. يدعي مؤيده استخدام التكلفة التاريخية أن التكلفة التاريخية حضرات هي تسجيل الأصل بما صرف عليه، تسجيل المعاملة بالمبلغ الذي يعني أنا اشتريت أصل
وفقا للمبلغ اللي انا دفعته يوم الشراء اسجله، او وفقا للمبلغ اللي انا اتفقت معاكم او اتفقت مع البائع ان انا هدفعه اذا هو ده هشتريه. كذلك المبيعات تقيم تسجل بقيمه بالقيمه التي تم البيع بها يوم البيع، تمام؟ وهكذا. دي اسمها التكلفه التاريخيه. التكلفه التاريخيه عليها تحفظات كثيره حضرات. ان التكلفه التاريخيه ماشي انها لا تعكس الحقيقه للقيمه. لما تيجي تسجل قطعه ارض ولتكن ب 1000 ريال من 10 سنوات ممكن تلاقيها تساوي مثلا 30 40 الف حاليا، تمام؟ فقالوا ان التكلفه التاريخيه الميزه اللي فيها انها تراعي الموضوعيه، ماشي؟ انها تراعي الموضوعيه. ايه الموضوعيه؟ انها قابليه للتحقق برضو. يعني اذا اي واحد حب يسجل هذه المعلومه هيسجلها بنفس الفاتوره اللي بيعت بيها، فاذا يمكن التحقق منها، يمكن التاكد منها، وهكذا. فاكثر نقطه صحيحه في هذه النقاط الاربع هي رقم الف، تكلفه يمكن التاكد منها. تكلفه يمكن التاكد منها. اما افضل وسيله لقياس القيمه الجاريه، لا. يعني انت بتقول لي التكلفه الجاريه، لا، ده هي تكلفه تاريخيه وليس جاريه، فرقم ب غلط. تساعد على قياس الدخل الاقتصادي، برضه غلط، ماشي؟ ليست هي يعني. ايضا تساعد على مقارنه التكاليف من سنه لاخرى، برضه هذه ليست صحيحه. التكاليف من سنه لسنه بتزيد، القوه الشرائيه للنقود بتقل، وده من ضمن الانتقادات الموجهه للتكلفه التاريخيه. فاذا الاجابه الصحيحه هي، اكتبوها، الاجابه الصحيحه هي الف، بارك الله فيكم. تمام، تعال نشوف الشريحه الثانيه. بتقول ايه الشريحه الثانيه؟ بتقول الاتي: اي من المبادئ او القيود المحاسبيه التاليه تؤيد الاعتراف الفوري بالخساره؟ ده راس السؤال. اي المبادئ او القيود المحاسبيه التي المحاسبيه التاليه تؤيد الاعتراف الفوري بالخساره؟ المقابله بألف، ب العداله، ج الثبات، د التحفظ والحذر. ايوه، يبقى اذا في، ايوه عبد العزيز، ما شاء الله، حد يجاوب تاني؟ الإجابة الصحيحة لهذه النقطة حضرات هي دال الحيطة والحذر، صح، الحيطة والحذر، ماشي. النقطة الثانية حضرات، يعني مبدأ المقابلة، يعني مبدأ المقابلة، ألف: مقابلة أصول المنشأة من ناحية مع خصومها وحقوق ملكيتها من ناحية أخرى. ب مقابلة الإيرادات التي تحققت في سنة ما في سنة مالية مع المصاريف التي ساهمت في تحقيقها. ج مقابلة الإيرادات المستحقة فقط من سنة عن سنة مالية مع المصاريف المستحقة فقط عن نفس السنة. د مقابلة الإيرادات المقبوضة فقط عن سنة مالية مع المصاريف المسددة فقط في نفس السنة. ما هي الإجابة؟ ماشي، واحد كتب باء، عبد العزيز، بس هناك حضور آخرين، هناك حضور آخرين. باء، نعم نعم، باء برضو. الكل مصر على باء ولا في آراء أخرى؟ ماشي. هنا
باء وألف ماشي. فيا حضرات الإجابة الصحيحة مبدأ المقابلة هو معناه مقابلة الإيرادات بالمصروفات. فإحنا في المحاسبة بنمشي على أساس الاستحقاق ماشي. أساس الاستحقاق معناه أن تحمل السنة المالية بما يخصها من إيرادات وتحمل بما يخصها من إيرادات وتحمل بما يخصها من مصروفات. فمبدأ المقابلة هو المقصود به مقابلة الإيرادات التي تخص الفترة المتحققة في الفترة مع المصروفات التي ساهمت في تحقيقها. فإذا الاختيار الصحيح هو رقم كم؟ أيوة رقم أعباء صح. مقابلة الإيرادات التي تحققت في سنة مالية مع المصروفات أو المصاريف التي ساهمت في تحقيقها، هذه هي الإجابة الصحيحة باء. الشريحة الثانية حضرات أو السؤال الثاني، يسمى الفرق بين الأصول والالتزامات الخاصة بمنشأة معينة بألف الاستثمارات بواسطة الملاك، ب التوزيعات للملاك، جيم ألف زائد باء، دال لا شيء مما ذكر. جيم، حد اختار جيم؟ ايوه حد اختار جيم؟ حد اختار جيم؟ السؤال مرة تاني، يسمى الفرق بين الأصول والالتزامات الخاص بمنشأة معينة ب الاستثمارات بواسطة الملاك التوزيعات للملاك، ألف زائد باء لا شيء مما سبق. عبد العزيز ألف سر جيم، عبد العزيز ألف ثاني، عبد العزيز ألف. بالنسبة لحضرات لهذا السؤال، هو بيقصد يسمى الفرق بين الأصول والالتزامات، الأصول والالتزامات. في حد منكم كتب في الأول إجابة حلوة خالص، قال حقوق الملكية، ده بتساوي حقوق الملكية. طيب حقوق الملكية دي مش هي تعتبر هي عبارة عن الاستثمارات؟ ما هي تعتبر استثمارات بواسطة الملاك. فإذا الإجابة الصحيحة هي ألف. معروفة حضرات إنه في معادلة بتقول الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، تمام؟ فإذا قلنا إنه الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، لو قلنا طيب الأصول ناقص الخصوم دي بتساوي حقوق الملاك أو حقوق الملكية. هي حقوق الملكية هي عبارة عن الاستثمارات بواسطة الملاك، تمام؟ وحقوق الملكية حضرات للمعلومات، حقوق الملكية هي عبارة عن رأس المال، عبارة عن الأرباح المحتجزة، عبارة عن الاحتياطيات. كل دول حضرات تعتبر مبالغ حق للملاك، هذه مبالغ تعتبر حق للملاك. فإذا الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، يبقى الأصول ناقص الخصوم بتساوي حقوق الملكية. يعني إذا الإجابة هي رقم ألف، يسمى الفرق بين الأصول والالتزامات الخاصة بمنشأة معينة ب الاستثمارات بواسطة الملاك، وهي ألف. تمام.
تعال نبص على السؤال الثاني. تسمى التدفقات النقدية الداخلة أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة أو النقص في التزاماتها أو الاثنين معا الناتجة خلال الفترة من إنتاج وتسليم السلع أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى المترتبة على ممارسة المنشأة بما شابه الرئيس به إيرادات مصروفات مكاسب خسائر. ألف إيرادات، ب مصروفات، ج مكاسب، د الخسائر. ما رأي السادة الحضور؟ ألف ألف كله قال. على حد رأى رأي غير ألف؟ خلي بالكم ألف كله كتب ألف، تمام ألف صح يا جماعة. ليه؟ تسمى التدفقات النقدية اللي هي طالعة عن نتيجة السلع والخدمات والأنشطة الأخرى المترتبة على ممارسة المنشأة لما شابها الرئيسي بالإيرادات. أما المصروفات حضرات فهي عكس هذا التعريف، يعني هنقول تسمى التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول. طيب يبقى إذن هذه النقطة اللي هي تسمى التدفقات النقدية الداخلة في الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة أو النقص في التزاماتها أو الاثنين معا الناتجة خلال الفترة من إنتاج وتسليم السلع أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى المترتبة على ممارسة المنشأة نشاطها الرئيسي بالإيرادات. فالإجابة الصحيحة ألف. طيب ناخذ الجزئية الثانية. يسمى النقص في حقوق الملكية لوصاف الأصول الناتج عن الأنشطة العرضية للمنشأة أو الناتج عن أي عمليات أخرى خلال الفترة المالية فيما عدا المصروفات أو التوزيعات على الملاك بإيرادات مصروفات مكاسب خسائر. نقص في حقوق الملكية، نقص في حقوق الملكية اللي هو صافي الأصول ناتج عن أنشطة عرضية أو ناتج عن أي عمليات أخرى خلال الفترة المالية فيما عدا المصروفات أو التوزيعات على الملاك به. ايوه خسائر 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 خسائر، تمام. هل يا حضرات الاجابه خسائر؟ صح. بس خلي بالكم يا جماعه انا في الشرائح كنا كتبنا خسائر وكتبنا ارباح، ماشي. هنا أرباح اللي أنا قلتها في الشرائح هي مكاسب، هي عبارة عن مكاسب، لأن المكاسب هي عبارة عن يا حضرات عبارة عن الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن الأنشطة العرضية للمنشأة أو الناتجة عن أي عمليات أخرى خلال الفترة المالية فيما عدا الإيرادات أو الاستثمارات بواسطة الملاك. فهذه النقطة اللي هي الرقم 8 رقم 9 الإجابة الخاصة بها هي رقم النقص في حقوق الملكية الناتج عن الأنشطة العرضية خسائر. فالإجابة رقم د. إعداد القوائم المالية، سؤال ثاني، إعداد القوائم المالية عن فترات مالية متساوية يمثل مفهوما أو مبدأ محاسبيا متعارف عليه هو المقابلة، المنفعة، الموضوعية، الدورية.
إعداد القوائم المالية عن فترات مالية متساوية يمثل مفهوما أو مبدأ محاسبيا متعارف عليه هو إعداد القوائم المالية عن فترات مالية متساوية يمثل مفهوما أو مبدأ محاسبيا متعارف عليه هو المقابلة، المنفعة، الموضوعية، الدورية. ما هي الإجابة الصحيحة؟ يا شباب، ما هي الإجابة الصحيحة؟ ألف؟ حد كتب ألف؟ ولا ألف دي السابقة؟ المقابلة. ماشي، المقابلة ماشي. عايزين حاجة تاني غير المقابلة؟ طيب أو نشوف باقي الآراء، لو كان المصطلح اللي باقي على المقابلة نشوف احتمال تكون صحيحة. ها الإجابة هي الباقي الحضور يكتب شاركوا، مشاركة مطلوبة حضرات حتى نتأكد ان انتم معانا بس في المحاضرة. واحد جاي المقابلة عبد العزيز مشكورا، الباقي ايوه هو السؤال بيقول اعداد القوائم المالية عن فترات مالية متساوية يمثل مفهوما او مبدأ محاسبيا متعارف عليه هو ما في احد عايز يكتب تاني يا شباب؟ ما في احد يريد ان يجيب؟ طيب كلكم مصرين على المقابله يعني؟ طيب هو هنا بيقول ايه؟ اعداد القوائم الماليه عن فترات ماليه متساويه، يعني معناها 6 شهور او سنه، وغالبا بتكون سنه. السنه بتمثل للنشاط او للمشروع عباره عن دورة كاملة، تمام؟ وده يتفق مع مبدأ أو مع فرض، مع فرض اسمه فرض الدورية أو فرض الفترات المحاسبية، لأن المشروع موجود باستمرار حتى يمكن معرفة نتيجة النشاط لابد إن أنا أنتظر دورة كاملة. الدورة الكاملة أقصى حاجة سنة. المشروعات العادية طبعا بيع وشراء إنتاج زراعة صناعة سنة بتغطي، وممكن أعرف من خلالها طبعا بما هذا بس مع بعض الأنشطة حضرتك بتحتاج أكثر من سنة زي المقاولات وغيره، لكن الأنشطة العادية بتحتاج سنة. وبالتالي حضرات فالإجابة هي 5+5. ليه؟ من بيكتب لي 5+5 شباب؟ زائد 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 وبعدين 5+. ما اعرف هذا انا. ماشي؟ ففي هذه الحالة يا شباب الإجابة هي مبدأ أو فرض الدورية. ماشي؟ طيب. هنا آخر سؤال في الأسئلة اللي هي النظرية دي. طبقا لهذا الافتراض تصبح قيود التسويات المحاسبية ضرورية. طبقا لهذا الافتراض تصبح قيود التسويات المحاسبية ضرورية. استمرار الوحدة المحاسبية، وحدة القياس النقدي، استقلال الوحدة المحاسبية، الفترة المحاسبية. طبقا لهذا الافتراض تصبح قيود التسوية المحاسبية ضرورية. يعني عشان الفرض ده ماشي لابد ان احنا نعمل تسويات ونعمل جرد ونشوف المكاسب الحقيقية والخسائر الحقيقية
اي نقطه من النقاط الاربعه تجبرني ان انا لابد ان انا اعمل اللي هو التسويات المحاسبه. لماذا؟ اي فرد منهم؟ خلي بالك في حد كتب الف مشكور طبعا، بس اللي كتب الف اللي هو استمرار الوحده المحاسبيه، انت عارف استمرار الوحده المحاسبيه؟ هذا الافتراض يعني ان الوحده مستمره على طول، تمام؟ فهذا ليس هو المناسب في هذه الاجابه. اشكر من كتب الف، بس على اجابه ثاني. على اجابه ثاني اللي هي الإجابة رقم ب، وحدة القياس النقدي. وحدة القياس النقدي اللي هي وحدة التقويم اللي هي ثبات قيمة النقود، ماشي، وليست هي الإجابة المناسبة. الإجابة المناسبة حضرات هي رقم استقلال الوحدة استقلال الوحدة المحاسبية حضرات، هي عبارة عن أن الوحدة مستقلة اقتصاديا، مستقلة ماليا، مستقلة قانونيا، تمام؟ ولذلك نتيجة نشاط المشروع لا ترتبط بأصحابه، ماشي. الإجابة الصحيحة اللي اتكتبت وهي ما فيش غيرها رقم جيم، الفترة المحاسبية. حتى أستطيع أن أفصل نتيجة السنة عن السنة السابقة، لازم أعمل التسويات الجبرية، لازم أحسب الإهلاك، لازم أعرف الديون المعدومة، لازم أعرف المصروفات المعينة سواء دفعت أو لم تدفع، فلا بد أن أنا أعمل هذه التسويات. فالفرد اللي بيجبرني على ذلك هو فرد الفترة المحاسبية، تمام؟ ماشي. طيب أنا هذه 10 أسئلة، ماشي، 10 أسئلة. في سؤالين في الشريحة الأولى، السؤالين ده اللي بيقولوا إيه؟ هاخد السؤال الأولان. بيقول لي بلغت إحدى شركات المقاولات، قامت على شركات المقاولات بتوقيع عقد مقاولة مع أمانة الإحسان لتنفيذ مقاولات طويلة الأجل خلال الفترة بكذا إلى كذا، وتوقيع عقد بسعر إجمالي قدره 8 مليون، فإذا علمت أن التكاليف المقدرة اللازمة لتنفيذ هذا العقد 5 مليون، وأن التكاليف الفعلية حتى 30/12/1429 السنة الأولى هو 320، هو 320 أو 3,200,000، 3,300,000، 1,600,000. هل حد يقدر يقول لي الإجابة الصحيحة إيه؟ الإجابة الصحيحة هي رقم طيب الجزئية حضرات السؤال ده ليه جه هنا في الفصل الأولاني؟ جه هنا عشان مبدأ تحقق الإيراد. مبدأ تحقق الإيراد، هنا دي عملية مقاولات. عملية المقاولات لما نيجي نحسب نتيجة النشاط بتاعها نشوف الآتي. أنا حضرات عندي الآتي. عندي عقد العقد كله حضرات، وهو عبارة عن عقد. هذا العقد بكام؟ بثمانية مليون إجمالي العقد. أما تكلفة العقد فهي 5 مليون، فهي 5 مليون. تكلفة العقد هي 5 مليون. السنة الأولى تكلفة حقيقية للعقد 1 مليون. هل ممكن حد منكم يحسب لي اللي هو المطلوب هنا إيراد السنة الأولى كام؟ الإيراد بتاع السنة الأولانية كام؟ أنا عندي حضرات 1 مليون دي تكلفة، وخلي بالك إجمالي التكلفة 5 مليون، يعني معناها تكلفة السنة الأولى هي الخمس، 1/5. بالتالي يبقى إيراد السنة الأولى المفروض يكون 1/5
من اجمالي العقد اللي هو كام؟ 8 مليون. فانا لو قلت 1 على 5 في 8 مليون هيطلع 1,600,000، يبقى الاجابه رقم جيم. طب السؤال الثاني اللي ممكن يكون مترتب على هذا الكلام، ربح السنة الأولى ممكن يكون كام؟ ربح السنة الأولى ممكن أحسبه؟ ربح السنة الأولى ممكن يكون كام؟ ها؟ ربح السنة الأولى يا شباب، الناس قالت كلكم قاعدين صحيين ردوا عليا. ربح السنة الأولى كام؟ أيوة عبد العزيز، ها؟ كام؟ ها بسرعة يلا. ها؟ ربح السنة الأولى هو، أيوة واضحة يا شباب دي. 2 مليون ليه بس؟ ربح السنة الأولى 2 مليون إزاي؟ إذا كان كل العقد ب 8 مليون، التكاليف المقدرة له 5، السنة الأولانية كان تكلفتها 1 مليون، فلما التكلفة اللي هي 1 مليون المفروض إحنا لو جات لجنة وعاينت هتديني خمس المبلغ، خمس 8 مليون يعني 1,600,000، تمام؟ يعني 1,600,000. الربح كام؟ الربح المفروض لا ايوه 600، شكرا، 600,000 صح. طب لو عايز احسب ايراد السنة الثانية، ايراد السنة الثالثة، اشوف ايه التكلفة المقدرة ليها واقسمها على 5 وضرب. طيب السؤال الثاني يا حضرات في هذه الشريحة، بيقول لي صافي اصول وخصوم المنشأة على التوالي كذا، 1,200,400، وكذلك بلغ رصيدها على التوالي في 30/12 أصول وخصوم، فإذا علمت أن المسحوبات النقدية بلغت 80,000 وزيادة رأس المال بلغت 50,000، فإن الدخل الشامل كام؟ الدخل الشامل ده يا حضرات هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفرق ما بين صافي أصول آخر ناقص صافي أصول أول مضافا إليها زائد المسحوبات ناقص الإضافات. هذا الجزء يا حضرات اللي هو فيه الشريحتين، الشريحة هذه وهذه أو السؤال الثاني بالذات، هو عبارة عن تطبيقا للمعادلة اللي هي بتقول نتيجة النشاط بتساوي أصول آخر ناقص أصول أول، تمام؟ وده إن شاء الله بإذن الله حضرات هتكون معانا مرة تاني هنشرحها في قيمة الدخل. قيمة الدخل الإجابة الصحيحة هنا إن أنا هاخد أقول خصوم آخر ناقص هذه الإجابة حضرات في هذه المطلوب، بلغ رصيد أصول وخصوم على التوالي، أصول وخصوم في 1/1 كان 1,200,000 وكان 400، فالنتيجة هي 800,000، آخر الفترة كان 1,450,000 و570,000، الفرق بينهم كام؟ تمنمية وتمنمية وثمانين، فالناتج هو عبارة عن 80، أضيف عليه زائد المسحوبات اللي هي 40 وأطرح منه 50، ماشي، يبقى هو نتيجة النشاط، ماشي حضرات، فهو يبقى هو عبارة عن الدخل الشامل، وهنا هيبقى 80 زائد
يبقى الإجابة كام يا شباب؟ مليون ومئتين ناقص 400 هتطلع 800. ونرجع تاني نقول مليون 450 ناقص 570 880. 880 ناقص 800 فالفرق 80,000. أضيف عليه زائد المسحوبات. زائد المسحوبات كام؟ 50 و 80 زائد 50 130 ناقص الإضافات. إضافات كم؟ مسحوبات 80 يا شباب. مسحوبات 80 يبقوا 160 ناقص 50 الإجابة رقم د اللي هي 110. ماشي؟ تمام. ده حضرات هو الفصل الأول، الجزء اللي خدناه كله، الجزء الأول، الجزء بالأسئلة النظرية كلها اللي هي خاصة بالعشر أسئلة زائد السؤالين اللي في الآخر حضرات، اللي هم الجزء اللي خاص بالدخل الشامل سوف هناخذه مرة ثاني في قائمة الدخل. ماشي؟ فإذا مطالبين احنا بكام؟ مطالبين بالعشر أسئلة وزاد السؤال ده يعني 11 سؤال في هذا الجزء. أي استفسار يا شباب؟ أي استفسار؟ إن شاء الله هنحاول قبل المحاضرة القادمة يكون معاكم الفصل جاهز بالأسئلة الخاصة به إن شاء الله رب العالمين. أي استفسار يا شباب؟ شكرا، جزاكم الله خير. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، وهيكون معنا الفصل الثاني اللي هو القوائم، قائمة المركز المالي إن شاء الله. يرسل لكم مع الأسئلة بتاعته قبل المحاضرة. اللي عايز يطلع عليه اطلاع بس بدل ما يطبعه ينتظر اطلاع بس، ممكن تجده في الأرشيف إن شاء الله. ماشي؟ ولو أي استفسار حضرات في هذا الجزء السابق أو اللاحق على المنتدى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم في حفظ الله. نلتقي معكم المحاضرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. تفضلوا، مشكورين.